أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي ندير معكم البريوات تاعت اللوز. 500 غرام تاعت اللوز شديتها ودرتها في الماء مغلي مدة 5 دقائق وصفيتها ونقيتها، ومني تنقات شللتها باش ما تبقاش في هذاك اللون شوية كي هذا باش تخرج لينا اللوز هكا ابيض. خاصنا نشلو اللوز من بعد ما نقشروه، ولكن تكون يدينا خفيفه دغيا نديرو ليه ديك الشله خفيفه ونسقطروه باش ما يشربش لينا الماء. وحتى ملي نديروه في الماء مغلي ما نخليوهش بزاف في الماء مغلي باش ما يشربش لينا كذلك الماء ويتنفخ لينا بالماء، وخاصنا واحد المده باش نصفي باش ينشفوه. اللي عندها الوقت راه تخليه تبيتو الليل كامل، تسرحو في شي بلاطه ولا شي بلاطو تخليه ينشف على خاطرو. كاين شميشه نحطوه في شميشه، ما كاينش نسخنوا الفران. سيده سخن الفران ديالها مزيان تيسخن، تسرحوا في اللاطه وتخشي وطفي الفران وتخشي فيه اللوز وتخليه تما يشرب ديك السخونيه تاع الفران غادي كينشف. مني نشف طحنته طحنه الاولى، عاد عاودت ليه الطحنه الثانيه مع 70 غرام تاع السكر. 500 غرام تاع اللوز مع 70 غرام تاع السكر. هذه العقده ديال البريوه ما خاصهاش تكون حلوه بزاف، لان غادي راكم عارفين كي تطفاو مازال في العسل نتفاداو كثره الحلاوه. المظهر جوج معلقات ديال الزبده، جوج معلقات كبار تاع الزبده حرارة المطبخ. المسكة الحرة غناخد فيها 6 تاع الحبات، وعندنا هنايا ورقة الفيلو. انا كنستعمل ورقة الفيلو كتجي رائعة في البريوات حلوين. هادشي اللي عندنا. دابا غادي نخدمو العقدة، غنعاود نردها هنا مضروبة. نتوما طحونه مزيان حتى ولات بحال ديك السميده الرقيقه ديال الحرشه، بحال هكاك رقيقه رقيقه بنيتو مزيان. باش تنجح معاكم العقده ما خاصوش يبقى غليظ. ندير معاها هاد الزبده مبلوكيش مبلوكيش مي طب من بعد ما تخلطات لينا الزبده مع هذا تعجنات لينا الزبده مع اللوز، غنبدا نزيد المزهر بشويه بشويه تنشوف ان العقده ديالي تماسكات وغادي نحبس، يعني ما كاينش واحد العبار اللي هو محدد. شوفوا هي بدات تجمع لينا العقدة تاع اللوز. هاي العقدة ديالنا بدات كتعجن بدات كتجمع، كنظن ان كافي داك الشيء اللي عطيتها تاع مزهر.
هذه العقدة هانتوما بلات العقدة مزيانة مجموعة معانا شكلوها كيما بغينا. دابا هادي محيدة من هنا مع اندق المسكه الحره ديالي غندير واحد معلقه ديال السكر هنا ندير مع سته الحبات تاع المسكه تكثروش المسكه الا كثرتوها غادي تم تعطيكم المراره في العقده بعد ما بقات لينا الجوزه ديال هذا عفوا المسكره ديالنا غادي نضيفوها لهادي نضيفوها اللوز ديالنا هانتوما العقدة ديالنا ناجحة 100% غنديرو ليها دابا المسكة الحرة نعجنوها دابا ندخلو في هاد المسكة الحرة هاي العقدة ديالنا موجودة دابا نبداو دابا في البريوات ديالنا ان شاء الله نديرو الزيت باش نخدمو وندهنو الورقة انا مكندهنهاش بالزبدة هادي ديال الفيلو مكندهنهاش بالزبدة كندهنها غير بالزيت باش كتبقى محافظة على التقرميشة ديالها الا درتو ليها الزبدة ما كتبقاش ديك التقرميشة مطولة هي كترطاب الهواء كي كيقضي عليها وهكا ناخذ العبارة القياس تاع البريوات اللي بغيت انتم خاصكم تحاولوا تاخذوا نفس القياس باش يجيكم البريوات كاملين مقادين نفس العبار يكون عندهم ما تكونش وحده كبيره وحده صغيره انتم انا خديت العبار تاع تقريبا ديال جوج سنتيم في الوحدة جوج سنتيم اللي خديت جوج صغيرين
شي 2 سنتيم باش يجيوكم صغارين ومقادين. واللي السيده اللي بغات ديرهم كتر كبار ديرهم كل وحده على حساب القياس اللي كتبغي. كاينه اللي كتبغيهم صغيرين، كاينه اللي كتبغيهم شويه متوسطين، كل وحده تاخذ العباراير. المهم انهم يكونوا نفس القياس، ما يكونش شي كبير وشي صغير. وبالنسبة للمبتدئة من الأحسن يديروهم شوية متوسطين باش يتغلبوا على الطي ديالهم، حيت هادو اللي تيكونوا شوية صغار تيكونوا شوية صعاب في الطوية ديالهم. السيدة اللي ما متمكناش من الطوية ما تقدرش ديرهم هكا صغار، من الأحسن ديرهم متوسطين. المهم كنجمعوا الورقة ديالنا اللي باقي ما نستعملوهاش دابا ونغطيوها باش ما تقصحش لينا. نبداو نهزو غير القياس اللي غنخدمو بيه ديك الساعة، والباقي نغطيو. من بعد ما كنطويو البريوه ديالنا، كان انا مخلطه هنا الماء والدقيق، كنديروا لها واحد شويه خفيفه، واحد المسحه خفيفه تاع الماء والدقيق باش تسد باش ما تحلش لينا في الزيت. السيده اللي غادي طيبهم في الفران بلا ما تدير ليهم هاد اللصقه ديال الماء والدقيق، صافي تحطهم على الجهه علاش مطويين وتدهنهم بالزيت وتخشيهم في الفران، كيحتاجوش كاع ديري ليهم هاد اللصقه. المهم انا غنستمر على هاد الطريقه تاع الطوي حتى نكمل الكميه اللي عندي. نتلاقاو من بعد في مرحله القلي. هي الكميه اللي حصلنا عليها ديال البريوات ديالنا. وهنا مرحله القلي، درت الزيت ديالي تسخنات، ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده، تحسي بالزيت سخنات صافي وتبداي تلوحي فيها البريوات، لان الا سخنات بزاف ينفوا غتحطي فيها البريوات غيتشوطوا لك هي من الفوق وما غاديش يطيبوا لك من الداخل. ايوا منين نرميو البريوات ديالنا نقصو عليهم البوطه ونخليوهم يطيبوا على المهل، ماشي يعني البوطه تكون مهيله مهيله، متوسطه تكونش العافيه مجهده باش ما يتخطفوش ما يتخطفوش لكم البريوات. وكنسخنوا العسل ديالنا
البريوات كيبغيو بيتطفاو في العسل سخون. غادي نستمر بالتحريك ديالهم باش يجيو مقادين في الطياب، ما يجيش بلاصه بيضه وبلاصه محروقه. انا شديت واحد المغرفه وقلبتها العود ديالها هو باش كنحرك. غنبقى غادا بهذه الطريقه، بقى نحرك فيهم حتى يتقادوا ليا في التحمار على عافيه متوسطه. ودابا منين ذهبوا لينا البريوات ديالنا خداو هاد اللون الذهبي الجميل، غادي نسقطروهم من الزيت ونطفيوهم في العسل. العسل اللي هي سخونه سخناها من قبل، ونطفيو فيها البريوات ديالنا وغنخليهم يباتوا الليله كامله في العسل. حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نخرجهم ونستقطرهم من العسل. ها هي النتيجة الأخيرة ديال البريوات ديالنا، النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد ليل كامل في العسل. سقطرناهم وزيناهم باللوز إيفيلي، جاو رائعين مقرمشين ومعلكين، جاو معلكين ومقرمشين، جاو رائعين. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، واللي عجب هالفيديو تخلي لي لايك، وشكرا جزيلا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.